أهلا وسهلا بحضراتكم. خليني هبدأ من الكلام اللي كنت لسه بتكلم فيه مع زميلاتي العزيزات فاطمة ونهى. وقبل ما أبدأ أتكلم على الجلسة المرتقبة غدا، واللي بعتقدها جلسة شديدة الأهمية، إن لم تكن جلسة أيضا حامية الوطيس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لازم الأول نسأل سؤال مهم جدا. هل أمريكا داعم لإسرائيل؟ داعم يعني هل لازم تبقى فاهم مستويات العلاقات عند الأمريكان إيه؟ يعني عشان تقدر تحلل الموقف، لأنه الموقف فعلا معقد. فككوا، أمريكا عندها مستويات من العلاقات بأي دولة في العالم؟ دولة حليفة، دولة صديقة، دولة شريكة. السؤال، إسرائيل بالنسبة لأمريكا إيه؟ حليف. ده المعلن. عمليا هي وجهان لعملة واحدة. خليني علشان هقول لك اللي انا عايزه بس بعد شويه، بس خليني الاول على خلفيه جلسه الغد. معانا على تليفون سياده النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب المصري. اهلا بيك يا سياده النائب. عامل ايه؟ كله كويس؟ احمد ربنا. اللهم امين يا رب، كله خير باذن الله. ماذا عن جلسه الغد يا سيد ضياء؟ والله جلسه الغد جلسه استثنائيه، وسبقتها جلسات استثنائيه تحدثنا فيها وفقا لتطورات الاحداث ومجرياتها في الاراضي العربيه المحتله سواء في غزه او في الضفه او في القدس. وخلال الاشهر الاخيره البرلمان شهد ترقب وتداخل مع هذا الملف العربي الفلسطيني بامتياز. طيب سياده النائب معلش انا اسف، الصوت مش واضح، انت غالبا بتكلمني من سبيكر، فوالنبي لو تقفل السبيكر عشان اعرف اسمعك كويس، لانه حواليك دوشه جامده. لمك وانا على الطريق. حلو جميل. يا سلام. لا اركن على جنب طبعا. بعد يوم طويل من العمل. السلامه قبل كل شيء. الله يخليك. قولي. خليني اقول لك انه بوضوح انه جلسه جايه مهمه جدا، والقضايا المطروحه فيها المتعلقه بتطور المتعلقه بسيناريوهات مرتقبه لانفجار على الحدود، سواء في على الحدود المصريه او على الحدود الاردنيه. وفي حال حضور رئيس مجلس الوزراء، نائب زي حالاتي كده يعني مش هيبقى بيقبل الا خطاب واضح وصريح امام المخاوف التي نتحدث بها، ووفقا للحدود الذي تحدث بها الشعب المصري اللي خرج اكثر من مره بالالاف وبالملايين، معبر على اولا رفضه لكافه اشكال التهجير للشعب الفلسطيني، سواء للداخل داخل الاراضي المحتله او لاي من الحدود، سواء الحدود المصريه او الحدود الاردنيه. لن نقبل ان نكون امام نكبه جديده بعد 100 عام من النكبه الاولى. وده التزام على الدوله المصريه، لان لا يمكن بحال من الاحوال ان الجيش المصري والدوله المصريه اللي نضلت لاخر حبه رمل من اجل تحقيق ترابها الوطني، ان هي تقبل امام شغزمه من مجرم الحرب يشكل حكومه احتلال للاراضي العربيه، انه ما لم يستطيعوا ان هم يحققوه في مواجهه الجيوش العربيه ان هم يحققوه بلا اي مواجهات عسكريه وبلا اي دفع لفواتير. فعقيده الوطنيه للقوات المسلحه والعقيده القتاليه هي صمام امان بالنسبه لنا، بان اي من السيناريوهات تحت اي شكل من الاشكال، امام اي مبررات، امام اي ضغوط، امام اي حاله من حالات العوز، اي مواقف اقتصاديه، لا يمكن ان ترتبط اي شكل من اشكال الارتباط بان نكون امام اي شكل من انه مقابل اموال ان احنا نستطيع ان احنا نقبل تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب التراب الوطني المصري. ومن ثم لابد ان احنا ننتقل خطوه كمان للامام ونعلن بوضوح ان احنا لسنا جزءا من صفقه قرن، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. وانا طلبت في الجلسه الاستثنائيه الطارئه الذي دعا اليها البرلمان، هفترض معاك من يوم 7 اكتوبر وحتى الان احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 46 او 47 يوم، بانه مصر لن تقبل اي شكل من اشكال الصفقات، مصر لن تقبل التهجير القسري، ومصر ضد تصفيه هذه القضيه جمله وتفصيلا مهما بلغت الاغراءات ومهما بلغت العروض. هذا الكلام الواضح لابد أن يصاحبه أداء شعبي من خلال البرلمان أكثر وضوحا،
وتحديدا للمواقف، لان في النهايه اللي بيمثل الشعب المصري ده هو هذا البرلمان، والسلطه التنفيذيه برئاسه رئيس الجمهوريه، فالرئيس اعلن، فلا بد ان تكون السلطه الشعبيه المنتخبه هي الاخرى اللي بتمثل جموع الشعب المصري، هي كمان متخندقه في نفس الخندق، وان القوات المسلحه تكون امام الموقفين اللي بيعبروا عن ذات الاتجاه، بانه البرلمان ورأس السلطه التنفيذيه بيرفضوا تماما اي شكل من اشكال التهجير، اي شكل من اشكال، في تسريبات في كل يوم تقارير صحفيه بتنشر في اوروبا وفي الجرايد وفي المواقع بتتكلم عن صفقه قيمتها 10 مليار دولار بشكل مبدئي مقابل التهجير. عايز اسمع كلام واضح من رئيس الوزراء بان نفي بان احنا لسنا جزءا، وما يعلن ده ما هي الا اضغاث احلام. عايز اسمع بوداني ان احنا جزء، لسنا جزءا من صفقه القرن. عايز اسمع بوداني انه حتى الجرحى اللي بيدخلوا مصر كفلسطينيين للشعب المصري وللحكومه المصريه سيعودوا الى اراضيهم، ولن نقبل ان احنا نقبلهم كلاجئين قبل اي حلول تصفويه للقضيه. ده كلام لابد ان يجدد يوميا ليعلمه القاسي والداني في الداخل وفي الخارج، ده حق على كل وطن، ولا بأس من انه يتقال كل يوم على لسان كل مسؤول في مصر، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، رئيس برلمان، أعضاء في البرلمان، رؤساء لجان، محافظين، مسؤولين في كل موضع وفي كل مكان أن يتحدثوا بهذه اللغة. إذن فأنتم تنتظرون غدا بإذن الله تصريحات واضحة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الصدد. يمكن خليني أولا أشكرك جدا سيادة النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، يعني واضح جدا أنه سيادة النائب ضياء كان بيقول بوضوح شديد أنه ده على خلفية ما كتب ونشر على تقارير صحفية في أكثر من موقع وفي أكثر من جهة حول حزمة اقتصادية أو حزمة مالية موجهة من الاتحاد الأوروبي. أنا أقدر أقولك إن ملهاش علاقة بالقصة دي، لكن خلينا فعلا ننتظر غدا الدكتور مصطفى مدبولي بتصريحاته ومناقشته مع البرلمانيين المصريين. معنا أيضا على تليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. أهلا بيك أستاذ. إزاي صحة حضرتك؟ كله كويس؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. بخصوص جلسة بكرة أستاذ مصطفى وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، يمكن إحنا كنا دلوقتي بنتكلم، أكيد حضرتك سمعت جانب من المكالمة مع النائب ضياء داود، وإنه هناك تخوفات لدى ضياء، هناك تخوفات لدى الكثير من النواب، وقال لنا إحنا محتاجين كأعضاء مجلس نواب إن إحنا نسمع بوضوح من رئيس الحكومة. رأي حضرتك إيه وشايف بكرة يمشي إزاي؟ سيدي يوسف، دعني أقول أن المخاوف ليست قاصرة على النواب، الدولة المصرية أيضا لديها قلق شديد، عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أدرك بالفعل أن هناك مخطط جاد لتهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وقال أن حدود مصر خط أحمر ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى. كان ذلك موقفا واضحا منذ البداية، وأعتقد أن لقاء الغد سيدور حول ثلاث قضايا مهمة. المحور الأول هو الموقف المصري الحالي مما يجرى في غد. المحور الثاني هو مخاطر مخطط التهجير. المحور الثالث هو الإجراءات والآليات لمواجهة هذا المخطط. احنا عارفين ان المخطط يبدأ بالطرد، التهجير، التوطين، هذا هو ما يحدث الآن في الأرض المحتلة. أذكر بأن هذا المخطط كان مطروحا في عام 51، وكان هذا المخطط يستهدف توطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال سيناء، ثم جاء المخطط بشكل أوسع في عام 55 بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأونروا. كان الهدف في هذا الوقت أيضا توطين الفلسطينيين، ولكن حدثت انتفاضة في مارس 55 في الداخل الفلسطيني أجبرت الجميع على موقف عبد الناصر واضحا من هذا. الحقيقة اللي بيحصل النهاردة هو تحصيل حاصل، بمعنى أن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية كشفت على خططها في الايام اللي فاتت لتوطين الفلسطينيين، وهي وزاره حكوميه. اثنين، وزير الماليه الاسرائيلي تحدث ورد عليه وزير الخارجيه المصري بعنف وبقوه.
المخطط موجود، لكن المشكل الحقيقي الآن هو ماذا إذا ما تم الدفع بالفلسطينيين في الحدود المصرية؟ هذا هو ما يقلقنا. النهاردة بيتضرب في خان يونس، خان يونس بيننا وبينهم 10 كيلو متر، فهيضربوا خان يونس، يضربوا رفح ويدفعوا الناس إلى التهجير. احنا بكرة يعني السيد رئيس يقول لك ماذا فعلت، ما هي آلية المواجهة المسبقة؟ بمعنى ان احنا كنا في المنطقة الغربية مع سيادة الرئيس لما قال سرت والجفرة خط احمر، صحيح لم يستطع احد، لانه ده بيمس الامن القومي. ما يحدث الان ايضا يمس الامن القومي، فلابد ان يكون هناك خط احمر في جنوب غزة لا يسمح لأحد بأي حال من الأحوال أن يصل إلى الحدود، لأن إسرائيل عايزة تصفي القضية على حساب مصر وعلى حساب الأردن. وإذا نجحت في غزة ثاني يوم هيتنفذ في الضفة الغربية. فالقضية هي دفاع عن الأمن القومي العربي أولا، ودفاع عن القضية الفلسطينية، ودفاع عن مصر وحدودها الأساسية. طيب أستاذ مصطفى، يعني زي ما أنا كنت بتكلم مع الزميل والصديق ضياء داود، في النهاية الموقف المصري شديد الوضوح على لسان فخامة رئيس الجمهورية أنه مصر لا تقبل أي سيناريو من سيناريوهات التهجير، مصر لا تقبل تصفية القضية، وأنه الحديث في هذا الموضوع مع أي طرف دولي مغلق. إذن لماذا هو التخوف؟ يعني إيه اللي قال الأستاذ مصطفى؟ أستاذ يوسف، أولا يعني إسرائيل لا أمان لها، هذا مخطط تعتبره مخطط تراثي، وإنه لابد أن الدولة الإسرائيلية واحد تعلن يهودية الدولة وقد أعلنت، ولكن يريدون تنفيذها على أرض الواقع من النهر إلى البحر. ما فيش فلسطينيين ولا في عرب ولا في مسلمين ولا في مذبحين، دولة يهودية خالص، ده واحد. نمرة اثنين، نحن على ثقة من إنه الموقف الدولي اللي عبر عن نفسه سواء في موقف الاتحاد الاوروبي او موقف الولايات المتحده الامريكيه او حتى القمه العربيه التي ساندت مصر والاردن في موقفها من قضيه التهجير، بالتاكيد هذا الموقف لا يغني ابدا باي حال من الاحوال على صلابه الموقف المصري. مصر في موقفها ودفاعها عن القضيه الفلسطينيه انما هو دفاع عن الامن المصري. الناس لازم تعرف كده، ان دفاعنا عن القضيه الفلسطينيه هو دفاع عن مصر وامن مصر، وان وجود اسرائيل على حدودنا هيبقى خطر. اثنين، وجود اخواننا الفلسطينيين داخل الحدود المصريه في الدوله التي اقترحها ايجور ايلاند قبل ذلك ب 2004 من رفح الى العريش، ده معناه زي ما قال سياده الرئيس ان اي واحد يضرب طلقه رصاص على اسرائيل ثاني يوم اسرائيل هترد. دخلنا في معركه، فلا يمكن باي حال من الاحوال في كل بما يتعلق بالأمن المصري وبما يتعلق بالقضية الفلسطينية أن نسمح بالتهجير. وحسنا أن كل إخواننا الفلسطينيين واقفين معنا، سواء السلطة الفلسطينية سواء حماس سواء كل القوى اللي موجودة على الساحة الفلسطينية تدعم الموقف المصري، لأنه موقف أيضا حريص على القضية الفلسطينية وعدم تصفية القضية الفلسطينية. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري. خليني كمان أخد معانا على التليفون سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب. أهلا بك فندم، إزاي الحال؟ كله كويس؟ الله يخليك. حاجتين الحقيقة بقى هسأل عليهم المرة دي، مرة متعلقة بجلسة بكرة مع الدكتور مصطفى مدبولي إن شاء الله، والحاجة التانية متعلقة بدور مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق الإنسان مع اللجان المماثلة في الاتحاد الأوروبي. نبدأ بجلسة الغد. احنا معانا وقت؟ يا سلام، الوقت كله ليك يا طارق بيه. الله يخليك يا فندم. طيب، هو طلب الإحاطة الذي يعني يتم عرضه صباح غدا إن شاء الله، هو عدة طلبات إحاطة الحقيقة، واستنادا إلى المادة 212 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، تقدم زملائي وأنا معهم بحوالي 16 طلب إحاطة موجهة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاستجلاء عدة يعني أمور. الأمر الأول حجم التطوير وما تم من إنجازات في سيناء متمثلة في إنجازات الخطة الاستثمارية
التي تم تخصيص ما يقرب من 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 للمشروعات في مجالات عدة، منها الزراعة والتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات والإسكان وإعادة إعمار ما تم يعني استهدافه خلال الحرب على الإرهاب منذ عام 2013 وحتى وقت قريب. يمكن ده كان مخطط الدولة إلى إعمار شمال سيناء لجعلها بؤرة جاذبة للاستثمار الداخلي والإقليمي وقبلة للاستثمار الدولي، لأنه شمال سيناء منطقة يعني الحقيقة منطقة محورية جدا تتوسط بحرين، البحر الأحمر من الناحية الشرقية والبحر الأبيض المتوسط من ناحية الشمال، وطبعا هناك ضرورة لعمل خط ربط، وده اللي هيحصل في الخطة الاستثمارية القادمة أو الثانية لتعمير سيناء لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض على ميناء العريش، وأيضا تكون أيضا بخط ربط آخر على ميناء الأسكندرية. عظيم. طبعا احنا بنتكلم على بناء خدمة مرفقية تامة لاستيعاب أو زيادة حجم التجارة البينية بين الشرق والغرب. كويس. ده من ناحية. الناحية الثانية هو الوقوف على جاهزية جيشي وسندي وعوني في سيناء تجاه أي تحديات تمس الأمن القومي المصري في ناحية الشرقية، وده أنا شفته أبان زيارتي مع دولة رئيس مجلس الوزراء منذ أسبوعين إلى العريش ومعبر رفح، وأيضا استعرضنا المشاريع التنموية اللي أنا ذكرتها لحضرتك. الأمر الثالث وهو المهم أو يمكن هو محور الحديث الآن هو يعني معرفة حجم المساهمات التي قامت بها مصر خلال اندلاع الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا، أي بمرور 45 يوم وموجود شبابنا على حدودنا مع معبر رفح لتقديم جسر المساعدات الخاص بمواد الإغاثة لإخواتنا وأشقائنا في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بمحاولة التهجير فهذا يعني ليس على الرادار المصري أو طاولة المفاوضات المصرية في أي من المجالات، لأنه إيمان الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية ليس نابعا من 45 يوم ولكن راسخا في وجدان الشعب المصري منذ ما يزيد عن 75 عاما، هي مرحلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويمكن احنا فقدنا العديد من الشهداء وقدمنا العديد من يعني أبنائنا تجاه هذه القضية، واستثمرنا الكثير من روافد الاقتصاد المصري تجاه الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأيضا إيمانا بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية كعمود خيمة العرب والراعي أو الحاضن الرسمي للقضية الفلسطينية. عظيم جدا. طيب يبقى لي نقطة أخيرة متعلقة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وتواصلها مع اللجان المماثلة في الاتحاد الأوروبي لعرض المأساة التي تحدث في فلسطين. يعني احنا منذ اندلاع الأزمة قامت لجنة حقوق الإنسان بعمل العديد من الاجتماعات الداخلية لأعضاء المجلس، ويمكن استتبع ده دعوة المراكز البحثية والنشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات الحقوقية التي تحدث في قطاع غزة، وأيضا دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي الحقيقة ذهلنا من حجم الإسهامات التي تفضل بها هؤلاء الذين تم دعوتهم. جالنا مجموعة تقارير تصل عددها إلى 1600 صفحة موثقة بالصور والفيديوهات والتقارير الخاصة بهذه الانتهاكات. نقوم الآن أو قمنا بإعداد تقرير مجمع لهذه التقارير، وخاطبنا العديد من المنصات منها الإقليمية ومنها
الدولية الإقليمية متمثلة في البرلمان العربي، وكان لنا لقاء خلال الأسبوع الماضي مع السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، وقمنا بتقديم له هذه التقارير، واللي بدوره بصفته رئيس للبرلمان العربي سيقوم بأخذ هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن ناحية أخرى سنقوم بعمل يعني العديد من الزيارات ودعوة العديد من البرلمانات في متمثلة في لجان حقوق الإنسان في هذه البرلمانات، وتحديدا البرلمانات التي تساند دولة الكيان المحتل ب يعني والتي أصاب حالة من العمى أو يعني صحيح. حالة من عدم الاكتراث بحجم الانتهاكات والإبادات الجماعية التي تحدث على أرض غزة. يمكن سبقنا إلى الضغط على هذه الدول شعوب هذه الدول التي فطنت إلى حجم الانتهاكات والإبادات التي تحدث، وقاموا بالعديد من المظاهرات في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي العديد من الدول. اللافت للنظر أن بعض مواقف هذه الدول التنفيذية بدأت تتغير من السلبية المطلقة أو الدعم المطلق إلى دولة. تغيرت المواقف بتاعة الرأي العام الأوروبي. أنا بشكرك مرة تانية جدا جدا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. قبل الفاصل بقى بعد إذنكم اصبروا علي لو سمحتوا، أنا لحقتش حتى أقول كلمة على بعضها في المقدمة عشان بس نبقى فاهمين. لازم يبقى في عندنا سؤال يا جماعة بجد حقيقي نطرحه، هو إحنا متوقعين إحنا الناس المذيعين النواب إحنا الرأي العام المصري يعني أو الرأي العام العربي، إحنا متوصلين أو واصلين لفكرة إنه أمريكا مش هتعمل حاجة؟ يعني إذا كنا لسه بنظن إن أمريكا بتدير عملية السلام في الشرق الأوسط إحنا عندنا مشكلة، لأنه أمريكا بتعمل العكس، أمريكا بتدير عمل الصراع في الشرق الأوسط مش السلام في الشرق الأوسط. الفرق شديد الوضوح. أمريكا بتتعامل مع إسرائيل، أمريكا مش بس أمريكا بالمناسبة والمملكة المتحدة بتتعاملوا مع إسرائيل باعتبارها كيان وظيفي جوه المنطقة للحفاظ على أمن وسلامة مصالحهم في المنطقة، ده منظورهم. خلاص كده؟ تمام. إذن التعويل على أنه الأمريكان هينظروا إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية الآن وبداية من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة بنظرة عين إنسانية أن هناك مأساة، لا مش هيبصوا كده. طيب هل هيبصوا بعين أخرى متعلقة بضرورة إنهاء الصراع في المنطقة والقضية الشرق أوسطية الكبرى أقدم القضايا السياسية ألا وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة؟ لا برضو مش هيبصوا عليها بالطريقة دي. الأمريكان يا سادة موجودين بحاملتي طائرة جيوش صغيرة يعني حاملتي طائرات في المتوسط، عندهم قطع عسكرية تانية في البحر الأحمر وفي خليج عدن وفي المحيط الهندي، هي طول الوقت منتظرة مرابضة مستعدة للتدخل في أي وقت، ده على سبيل المثال للحصر. طيب اختطاف المركب التجاري بتاع امبارح من قبل الحوثيين، انتوا عارفين انها اتخطفت ما بين ميناء الحديدة في اليمن وما بين السواحل الإريترية، احنا بنتكلم تقريبا على حوالي 120 كيلو كانوا تقريبا ولا حاجة، كلام فاضي يعني. انت متصور الخطوة دي تساوي ايه؟ مش بس بتساوي اتساع دائرة الصراع، هي بتساوي كمان احتمالية دخول امريكا على الخط بشكل ضارب. امريكا لديها مدمرات موجودة في البحر الاحمر وفي خليج عدن، يعني امريكا من الوارد جدا، من الوارد مش بالاكيد، وارد جدا انها تقوم بعملية ضد مجموعة الحوثيين اللي اختطفوا هذا المركب التجاري. طب العملية هتبقى عبارة عن ايه؟ اكيد هيقوم بقصف ما من البحر الى البر. طب الضحية هنا هيبقى مين؟ هيبقى بالتأكيد اليمنيين. هل هذا ده مجرد اتساع بس لدائرة الصراع ولا المزيد من تفاقم ازمات انسانية في المنطقة؟ اليمن لديه مأساته وازمته وفلسطين لديها ايضا مأساتها وازمتها وما الى ذلك، لكن هنا هتبقى امريكا داخلة عمليا كطرف عسكري في الصراع، امريكا بتدير عسكريا العملية. لا تتصور ابدا انه حاملتين الطائرات او حاملتي الطائرات اللي موجوده في المتوسط موجوده بس لمجرد التواجد او لاعطاء الدعم المعنوي لحكومه الحرب اللي على راسها بنيامين نتنياهو او لاعطاء اسرائيل الطمانينه اللازمه، لا امريكا بتدير
هذه الحرب بتدير بشكل مباشر. طيب إذن بالعودة للسؤال اللي سألته لي نهى زميلتي، هل احنا محتاجين نضغط على برلمانات أوروبا؟ لا، احنا مش محتاجين نضغط على برلمانات أوروبا، احنا محتاجين نضغط على الكونجرس الأمريكي، احنا محتاجين نتكلم مع الثينك تانكس أو مراكز البحث والتفكير السياسي الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية، احنا محتاجين نتكلم مع بتوع دايرة الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية، احنا محتاجين نتكلم بس واحنا في ايدينا، خد بالك، نتكلم ونشرح. بس هنشرح ايه؟ هنشرح تبعات ما يحدث هيؤدي الى ايه، وانه ده في تهديد مصالح حقيقي لامريكا في المنطقه، تهديد حقيقي. هم يمكن ما يكونوش شايفين ده، وارد، وممكن يكونوا شايفينه ومعتقدين ان هم هيقدروا يعني ينهوه. وان كان لو تيجي ترجع لسيناريوهات ماضيه، هو الامريكان قدروا ان هم ينهوا اي شكل من اشكال الصراع في افغانستان، قعدوا اكتر من 20 سنه وفي الاخر خالص سلموا افغانستان لجماعه طالبان، وقال لك احنا مالناش دعوه. هل هم قدروا ان هم يوصلوا لشيء في العراق؟ ما وصلوش لاي شيء في العراق، وفي الاخر خالص برضو انسحب الامريكان من العراق وتركوا العراق يحصل فيه كل هذه الصراعات الفصائليه داخله. هل هم قدروا ان هم ينهوا ما يحدث في الصومال؟ جماعه الشباب في الصومال بتضرب في وسط الصومال حتى هذه اللحظه، وبرضو الامريكان ساعتها قال لك طب بص سلام عليكم انا ماليش دعوه. فالامريكان عمليا ما عندهمش قدرة على خلق سيناريوهات مستقبلية دقيقة ولا حتى تقترب من الدقة. كذبة كبرى ان الامريكان قادرين على ذلك ولا قادرين ولا حاجة، لانه لو قادرين ما كانوش اتورطوا في فيتنام، وما كانوش اتورطوا في افغانستان، وما كانوش اتورطوا في العراق، وما كانوش اتورطوا في الصومال. ما بيبصوش لقدام. الدور اللي لازم يتلعب ان انا اقول له ادي السيناريوهات المستقبلية. طب عشان تلعب الدور ده لازم تتكلم مع مراكز التفكير تاني، الثينك تانكس الكبيرة، تتكلم مع النواب اللي هناك، وبعدين تتكلم وبالتوازي كل ده بتتكلم مع دايرة الشرق الأدنى في الخارجية. لازم الضغط يجي كده بأنه دي سيناريوهات المستقبل، وفي نفس الوقت يا جماعة احنا كمان في إيدنا كروت. بس عشان نتكلم في إيدنا كروت دي لازم في عندي وحدة للإرادة العربية. احنا بنتكلم ان النهاردة المستشفى الاندونيسي اتضرب ضربة زي بتاعت مستشفى الشيف، مدرسة للأونروا اتضربت هي كمان، وهكذا. يعني المسألة مستمرة ولن تتوقف طول ما الامريكان بيقدموا الدعم العسكري واللوجستي والمالي والادبي والمعنوي والسياسي. فاصل ونكمل الكلام. احنا بنتكلم الاول، اهلا بيكم، احنا بنتكلم في حرب مستمرة حتى هذه اللحظة تقريبا 46 يوم، حرب إبادة حقيقية. بنتكلم على عدد شهداء يصل تقريبا لأكثر من 13,000 شهيد في فلسطين. بنتكلم على تقريبا أنه 40% منهم أطفال إن لم يكن 50%. التقديرات بتتكلم على أكثر من 5,000 طفل فلسطيني قتلوا بيد القوات أو قوات الاحتلال الصهيوني في خلال هذه الأيام منذ اندلاع هذه الحرب يوم 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم. معنا على التليفون دكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. أهلا بك دكتور. حياكم الله أستاذ يوسف، جزاكم الله خير على الاستضافة. الله يخليك، ده احنا نتشرف جدا باستضافتك وبسماع صوتك، حتى نتمنى ان احنا نلتقي في هذا الاستوديو يوما ما في القريب عندما يسمح وقتكم الثمين. دكتور أحمد، يعني كيف ترون الوضع في فلسطين الآن وكيف تقيمونه، خاصة وانه الكيان الصهيوني المحتل يعني دائم الاستمرار في ضرب المستشفيات وفي المراكز الإغاثية حتى اللي موجودة في الداخل الفلسطيني، ناهينا حتى عن ضرب المدارس وبعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. كيف تقيمون هذه الأوضاع؟ والله أستاذ يوسف، يعني طبعا الوضع الإنساني في قطاع غزة والوضع الصحي مأساوي وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة، تخطى حدود المنطق والعقل والقيم والمبادئ الإنسانية. وكما قال الأمين العام يعني خلال مؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، هي طبعا أزمة إنسانية في غزة، ولكن بالمعنى الصحيح هي أزمة في الإنسانية. هناك يعني كما تفضلت قتل لأبرياء، هجم لبنية تحتية، هناك تجويع لمئات الآلاف، تشريد لمئات الآلاف، يعني نصف القتلى كما تفضلت حضرتك من تقريبا الأطفال
وكذلك يعني عدد يشابه او يقارب منه من النساء، بالاضافه الى يعني كذلك 70% من المصابين من النساء والاطفال، 50% من الذين يعني تحت الانقاض تقريبا 2700 منهم 1500 من الاطفال. فالوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة أستاذ يوسف في قطاع غزة. طب دكتور أحمد، يعني يمكن المعلن من أرقام هو أرقام حتى مبنية على الجثامين التي وجدت للشهداء الفلسطينيين، ماذا عن أرقام المفقودين الموجودين تحت الحطام وتحت الركام؟ هل لديكم أي حصر كمنظمة بهذه الأرقام؟ والله على حسب آخر الإحصائيات التي وصلت إليها اليوم، يوجد ما يقارب من 2700 مفقود تحت الأنقاض، منهم 1500 شخص أو 1500 منهم من الأطفال. وطبعا يعني أنا كما تفضلت أتوقع هذه أرقام تقديرية، العدد بلا شك يعني يزيد عن هذا الرقم. طيب دكتور أحمد، يمكن بهذه الأعداد الضخمة وأيضا مع ضرب المستمر للمستشفيات، وجدنا أنه الفلسطينيين أصبحوا يعني ينشئون ما يقترب من المقابر الجماعية للجثامين، نحن نخشى أنه تبدأ العملية في تفشي أوبئة داخل الأراضي الفلسطينية، يعني هل لديكم تقارير حول هذا الأمر؟ هل تتخوفون بالفعل كما نتخوف نحن إن كنا نحن في الصحافة والإعلام دائمي التخوف؟ أنتم من لديكم الأرقام، أنتم من لديكم الحقائق. فعلا أستاذ يوسف أصبت الحقيقة، يعني يعني قطاع غزة الآن لا يوجد فيه مكان آمن، الجميع مستهدف. وكما وصفه أحد الزائرين الأمميين للقطاع منذ أيام، وصفه بمنطقة موت، وكما وصفه كذلك الفريق الزائر لمستشفى الشفاء منذ يومين، فريق منظمة الصحة والمنظمات الأممية الأخرى، وصف المستشفى بمنطقة موت ورائحة الموت في كل مكان. هناك طبعا خطورة من تفشي الأمراض بسبب وجود عدد كبير من الجثث على مختلف المواقع في قطاع غزة، وبالأخص في الأماكن القريبة من مصادر المياه أو مياه الشرب، وبالتالي تلوث هذه المياه بعد يعني تحلل هذه الجثث، بالإضافة إلى انتشار الروائح وكذلك انتشار البعوض والدباب، والذي بالتالي يعني قد ينقل الأمراض. هناك أستاذ يوسف إذا سمحت لي، يعني آخر إحصائيات لدينا يوجد ما يقارب من 70,000 حالة التهابات رئوية بين الأصحاء، ناهيك طبعا عن المرضى. هناك ما يقارب من حوالي 40,000 حالات من التهابات أو من نزلات معوية حادة، وخصوصا بين الأطفال، وعدد منها نزلات معوية بالدم. هناك ما يقارب من 15,000 حالة التهابات جلدية بسبب الجاف، وما يقارب من 4,000 أو 5,000 حالة التهابات بسبب القمل، وأمراض جلدية، التهابات جلدية بكتيرية بين الأطفال. هناك بدأت تنتشر الحصبة، وبدأ ينتشر التهاب الكبد الذي يعني سببه توفر مياه شرب غير نظيفة وعدم نظافة الأكل، وكذلك التهابات من التهابات السحايا، والتي نادرا ما كانت تحصل في قطاع غزة بسبب يعني قوة نظام التطعيم بين الأطفال. طيب دكتور أحمد، يعني وأنت مديرا إقليميا لمنظمة الصحة الإقليمية، أنا أعلم جيدا حجم منصبك وأعلم أيضا حجم حساسيته، حتى عندما تستخدم أي مصطلح أو عندما تقترب حتى من ذكر الحقائق، لكن ألا يوجد أي شكل من أشكال الضغط الذي من الممكن أن تقوم به المنظمة لتحسين الوضع الصحي في فلسطين؟ والله نحن يعني نتواصل مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة، وكذلك نقوم بنشر الكثير من التقارير التي تعتمد كما تفضلت على حقائق وبيانات يعني من أرض الواقع ومن الميدان، يجمعها فريق متخصص يعني من منظمة الصحة العالمية وكذلك المنظمات الأخرى. ونقوم كذلك بالتواصل مع الداعمين والممولين لمختلف البرامج حتى نضمن فعلا استمرارية يعني العملية التي تقوم بها المنظمة وتنفيذ مختلف البرامج. لكن لا أخفي عليك أستاذ يوسف، هناك تحدي كبير للأسف. كما تفضلت مع بداية هذا اللقاء، ماكينة الهدم والحرب والاعتداءات يعني ما زالت مستمرة على الرغم من المناشدات، وهذه الماكينة يعني تستهدف الأماكن على حسب قانون الإنسان، القانون الإنساني الدولي، أماكن آمنة ومحمية بموجب هذا القانون. هناك ما يقارب من حوالي 300
تقريبا 40 هجمة على مؤسسات النظام الصحي، 160 تقريبا أو 170 تقريبا في قطاع غزة، أدت إلى خروج عدد كبير من هذه المؤسسات الصحية خارج الخدمة، وإما يعني طبعا بسبب رئيس الاستهداف المباشر أو بسبب نقص الوقود أو بسبب استهداف المصادر المياه النظيفة، وكذلك المحطات أو محطات توليد الكهرباء يعني سواء بالوقود أو بالطاقة. أشكرك جدا دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أشكرك جدا جدا جدا. طيب خلينا نحاول يعني ننتقل إلى الجانب الآخر من العالم، يعني خلينا نروح لواشنطن لو صح التعبير، لأنه إحنا عايزين نفهم ما يحدث الآن في واشنطن، ما الذي تراه واشنطن بمؤسساتها المختلفة في هذه الحرب؟ هل يوجد بالفعل اختلافات في وجهات النظر داخل الكونغرس؟ هل يوجد توجه ما داخل البيت الأبيض؟ هل يوجد هناك حالة من حالات التوتر أو الارتباك في القدرة على اتخاذ قرار ما متعلق بهذه الحرب؟ خليني أخذ معنا على التليفون دكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك يا دكتور توفيق. دكتور توفيق، يعني مهم جدا أن احنا نطلع على ما يحدث في واشنطن، كيف ترى الآن المؤسسات السياسية داخل واشنطن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية؟ هل هناك ثم التغيير في الموقف الأمريكي؟ هل ترى أنه من الممكن أنه الموقف الأمريكي يعني يخفف ولو قليلا من انحيازاته ناحية الكيان الصهيوني وبالتالي نصل حتى إلى هدنة ما في القريب؟ هو شوف حضرتك، بعد الأحداث ما حدثت بتاعة أكتوبر 7 أكتوبر، الرأي العام الأمريكي تأثر جامد جدا في الأول بما حدث، وبعد شوية بدأت السوشيال ميديا اللي هي شبكات التواصل يدخل نشطاء فيها، وأقدر أقول إني على مستوى النشطاء العرب والمسلمين يعني بيشتغلوا بدرجة عالية جدا في هذا الأمر. فأنا اعتقادي إن في بداية اللي أنا شايفه بداية ضغط في الشارع من خلال شبكات التواصل، وده بدأ ينعكس على الجامعات بإن هو نسبة من الطلبة عالية أكتر يعني في متجهة ناحية إن هم إيه تبقى ضد إسرائيل في هذا الصراع. الإدارة الأمريكية نظرتها مختلفة، عليها ضغط من الشارع ومن شبكات التواصل بيدركوه هم، ولكن هم نظرتهم مختلفة. في طبعا علاقات وطيدة حضرتك بينهم وبين إسرائيل من سنين في التكنولوجي وفي الصناعة وفي حاجات كتيرة جدا، دي حاجة. تاني حاجة اللي نقدر نقول إن هم مدركين إن الضربة بتاعت 7 أكتوبر دي، عشان أطورها لحضرتك، هو مات حوالي مثلا 1500 في إسرائيل، ده بنسبة حجم الولايات المتحدة تقارب لو ضربت نسبة السكان يعني وحاولت تشوفها على 300 مليون 400 مليون هنا في أمريكا توازي ما قيمته 100,000 بني آدم اتقتلوا. فهم إلى حد ما زي ما تقول شايفين في نوع من الذريعة أو اللي بيسموها justification لإسرائيل إن هي تضرب وبقوة. في نفس الوقت هم لما الشارع بدأ يتغير، فنقدر نقول التغيير اللي أنا شايفه إن هو في بداية نوع من الضغط في المدة الزمنية اللي لازم إسرائيل يتوضح موقفها ينتهي هذا الأمر بشيء من الهدنة المطولة لعمل حل للمشكلة. وفي اتجاه زائد داخل الإدارة برضو نتيجة ذلك إن هو يبدأ حل بقى نهائي للمشكلة أيا كان هذا الحل، دي قضية أخرى. طيب دكتور توفيق، يمكن اعتدنا خلال السنين الطويلة الماضية من هذا الصراع أنه أمريكا طرف رئيسي أو في هذا الصراع، سواء إذا كان راعية للسلام كيفما تحب أمريكا أن تسمي نفسها، أو كيفما نسميها أحيانا أنها تدير هذا الصراع كيفما شاءت. لكن الآن الصين دخلت على الخط، تعتقد دكتور توفيق أن دخول الصين على هذا الخط ومحاولتها لإيجاد وسيلة ما لإقرار سلام في المنطقة، هل من الممكن انه ده يعني يثير حماسة الامريكان لعدم خسارة موطئ قدم امريكي او لعدم تقليص قدرتها من العمل على الارض، خاصة في ظل شراكات وصداقات عربية متعددة؟ يقينا، ودي نقطة من احلى ما يمكن، اشكرك على اثارتها.
لان الموضوع حتى اعتقادي مش هيقف على الصين بس، انا في تصوري الشخصي ان مجرد بس ما تعدي هذه السنه ويبدا 1 يناير، لو تذكر حضرتك ان تاريخ 1 يناير ده هو بدايه رسميه لمجموعه البريكس صحيح. الجديده اللي هي ايه طورت بمجموعه دول من مصر وكذا وكذا، فمجرد ما يبدا النظام ده يبدا في التحرك انا اعتقادي هنجد تغيرات ضخمه في قياده هذا الامر وفي التحركات فيه، لان كما حضرتك لاحظت الصين كان اتجاهها ده بتحاول تصلح مثلا ما بين السعوديه وايران صحيح. الصين بتحاول اتجاهها دايما لعمل سلام حقيقي مش مجرد صوره ومفتعل، لا حقيقي. فاللي حاصل النهارده الصراع هيبقى قوي جدا، وامريكا مش عايزه تفقد برضه الشرق الاوسط، فهي بدخول الصين هيعمل هزه ضخمه جدا جدا في، وان كنت لا ارى ان الصين منحازه لجانب عن الاخر، يعني عشان برضه ابقى دقيق ان هو ما خدتش موقف مثلا مثلا زي امريكا مثلا او معاكس خالص لامريكا، ما اقدرش اقول مثلا ان امريكا مع اسرائيل والصين ضد اسرائيل، لا الصين طرف الى حد كبير محايد، وقد يكون هذا افضل للجميع على فكره، لما الكل يشعر ان في طرف محايد لدرجه ما، عارف حضرتك الكل بيسمع له بقى في النهايه يقول لك والله ده ممكن يديني شيء من حقي على الاقل. صحيح، لانه الصين علاقتها جيده جدا بالجانب الاسرائيلي، بل انه الصين هي الشريك التجاري الاكبر لاسرائيل، وعليه من الممكن انها بس تضبط الايقاع. بالضبط، دي احلى تعبير اشكرك عليه، ضبط الايقاع. فوجود الصين في المعادله انا اعتقادي هيكون مفيد جدا، لانهم ناس ما عندهمش انحياز، هم كانوا بعاد لو تاخد بال حضرتك عن قضايا الشرق الاوسط، يعني ما هماش يعني داخلين، هم اوريدي عالم لوحدهم فوق المليار نسمه يعني، فغير خالص امريكا من بدايه الصراع وداخله في الشرق الاوسط قصه ثانيه خالص، ولكن وجود الصين في تصوري هيكون عامل العقل بدلا من العاطفه، وعامل العدل بدلا من الانحياز، لان ما يعني عارف حضرتك بامانه شديده هو في انحياز من جميع الاطراف، يعني حتى لو هتقولي مثلا امريكا منحازه لاسرائيل كده على طول، ما هو برضه مثلا هتقول الدول الاسلاميه هتلاقيها منحازه ضد اسرائيل على طول مثلا او مع الفلسطينيين على طول. فانا اعتقادي الموضوع ده مش هيتحل غير بحاجتين، ان 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 العقل يغلب العاطفة في الأمر، والعدل هو اللي يغلب من غير عواطف لا ضد ولا مع، يعني وتدخل بعدل، والناس المعتدلة من جميع الأطراف هي اللي تقعد على الترابيزة تحلها، لأن المتطرفين في جميع الأطراف صدقني هيزيدوا الأمر اشتعالا، والحل الأوحد في إيدين الناس المعتدلة من جميع الأطراف اللي داخلة في المشكلة دي وممكن تتحل. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. هستأذنكم نروح لفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل نتكلم في موضوع يبدو مختلف بالكلية عن، لا والله مش مختلف، لا مش هو مش بعيد في النهاية. احنا عايزين نتكلم شوية بعد الفاصل عن الانتخابات الرئاسية، وعايزين نتكلم عن التعددية الحزبية وأثرها على إثراء المشهد السياسي، وأنا هنا بتكلم على التعددية الحزبية بمعناها الأصيل والكامل والعميق. هتقولي طب ده قريب من الموضوع الفلسطيني، هقول لك قطعا في النهاية زي ما أنا دايما بأكد، ولأنه الواقع السياسي يؤكد، القاهرة هي مفتاح حلول المنطقة إذا أردنا جميعا. فاصل ونكمل الكلام. أهلا وسهلا بحضراتكم، عاملين إيه؟ كله تمام. الانتخابات الرئاسية فضل تقريبا حوالي 10-11 يوم، وتبدأ الانتخابات الرئاسية في الخارج، وبعدها تبدأ الانتخابات الرئاسية في الداخل. طيب المهم بقى هنا في الموضوع هي مسألة التعددية الحزبية. تعددية حزبية مش بس من حيث الأسماء، تعددية حزبية من حيث الأيديولوجيات والأفكار والبرامج وما إلى ذلك. ده منظوري لكلمة تعددية حزبية، مش مسألة إن أنا يبقى في عندي 105 ولا 106 حزب. السؤال بقى الأفكار إيه، الأيديولوجيات إيه، البرامج الحزبية شكلها عامل إزاي، وفي نفس الوقت أثر هذه التعددية ما بين قوسين الحقيقية على إثراء المشهد السياسي في مصر.
في اللحظه اللي انا فيها عندي حاجتين يخلوني ابدا، اولا ان احنا هنبدا من اليمين، ثانيا لازم ليديز فيرست، وعليه مش كده يا احمد ولا ايه؟ لازم طبعا نعمل كده، والا هنعاني. لازم نرحب اولا بسياده النائبه اميره صابر المتحدثه باسم حمله الدكتور فريد زهران، الحمله الرئاسيه، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طبعا عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. ازيك يا اميره؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. الصديق العزيز المحبب دائما إلي سيادة النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. أهلا منور. عامل إيه؟ أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. كله تمام؟ كله زي الفل. طب إحنا بدأنا الترحيب بعضوة اليمين أو على يمنا أميرة، فنبدأ الأول الكلام استأذنك مع أحمد على مسألة التعددية الحزبية، والمذيع قال على أنه تكون التعددية حقيقية، أيديولوجيات وبرامج وأفكار مختلفة، مش بس التعددية من حيث عندي عدد ضخم من الأحزاب. الحقيقة الكم عمره ما كان مقياس. حلو. أنا متفق تماما مع حضرتك، إحنا محتاجين طول الوقت يبقى عندنا أفكار وأيديولوجيات مختلفة، برامج وبرامج بديلة، أفكار وطروحات بتفند تلك الأفكار وبتطرح رؤى بديلة. وأعتقد أن أكتر مكان قدر يعمل هذا المفهوم هو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. لدينا الرأي والرأي الآخر، ولدينا السياسات، ولدينا المختلفين مع تلك السياسات. الحوار الوطني أيضا كان مظلة كاشفة لهذا الأمر، وأعتقد أنه هو ركن أصيل للمشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة في عدد من الأحزاب بتتنافس على موقع هو الموقع الأهم في جمهورية مصر العربية، وهو موقع رئيس الجمهورية، وهي كلها ذات خلفيات حزبية. بنجد حزب الوفد، هذا الحزب العريق، بنجد الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بنجد حزب الشعب الجمهوري اللي بيمتلك تاني أكبر كتلة في مجلس النواب في الوقت الحالي. بالتبعية لما نيجي كمان ننظر إلى الخلفية الدستورية، نجد أن المادة الخامسة من الدستور كاشفة، النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية. فبالتبعية كلنا كمسار تنموي اقتصادي وسياسي واجتماعي يجب أن ندفع بأن يكون تلك المظلة، والحالة دي تكون حالة مستمرة فيها هذا التعددية أو تلك التعددية من مختلف الطيف السياسي المصري، سواء اليسار سواء اليمين، سواء أفكار مؤيدة سواء أفكار معارضة. ده هو اللي بيدي الحراك الديمقراطي، وهو دوت اللي هيصل بينا للفكر اللي احنا بنقول عليه فكر الجمهورية الجديد. عظيم جدا. هنا هنتقل لأميرة. مسألة التعددية الحزبية أميرة، إلى أي مدى أو إزاي أقدر أخلق مناخ سياسي أكثر خصوبة لتعددية حزبية قايمة على الأيديولوجيا وقايمة على البرامج مش على الأعداد زي ما تكلم مقلد؟ طيب، يعني هو بادئ ذي بدء طبعا، لو احنا قلنا وبنقيم احنا فين النهاردة من حالة التعددية الحزبية الحقيقية، أنا شايفة أنه لا، احنا لسه قدامنا مسافة طويلة علشان نمشيها في هذا الصدد وفي هذا الإطار. ليه؟ لأنه لسه في مجالات كتيرة قوي أنا محتاجة ألاقي فيها تواصل مباشر مع الجمهور، مع الشباب، فيما يخص الشأن السياسي. علشان كده إحنا حريصين في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أننا نقدم برنامج انتخابي عكف على دراسته وعكف على إخراجه عدد كبير جدا من المتخصصين في جميع المجالات. برنامج يتناول المحاور الرئيسية في الاقتصاد وفي الشأن الاجتماعي وفي الشأن السياسي. وأنا بدعو أي حد بيتفرج علينا النهاردة إن هو حقيقي يجتهد إنه يقرأ البرامج الانتخابية للمرشحين، لأنه مهم جدا إنه يبقى فيه وعي سياسي. طب أنا ليه أختار فلان؟ بناء على إيه؟ هو ما الذي يطرحه ويقدمه؟ يعني الحقيقة في الكثير من الديمقراطيات اللي بيحصل إنه البرامج دي بتتم فيها مناظرات عالية المستوى ودقيقة جدا جدا علشان نقدر فعلا ننمي وعي سياسي حقيقي، وعلشان تبقى فيه، أنا يعني بميل جدا إنه يبقى فيه حياة حزبية صحية، يبقى فيه أيديولوجيات واضحة وتطرح رؤى مختلفة. أنا النهاردة علشان فعلا أجي أقول لا أنا محتاج اقتصاد اجتماعي، اقتصاد سوق اجتماعي، أنا النهاردة السياسات الاقتصادية المتبعة لدي ليها طرح مغاير خالص، عندي رؤية مختلفة، ده قايم على بالمقام الأول أيديولوجيتي المختلف. فأنا نفسي تعود السياسة للجامعات، تعود السياسة للشوارع، الشباب الصغير يقرأ
ويثقف نفسه وينضم الأحزاب السياسية. أنا أتمنى أن قعدتي بالمناسبة ده سبب رئيسي لاشتراكنا أو وجودنا النهاردة في منصة مهمة جدا سياسيا زي الانتخابات الرئاسية. دي فرصة واسعة للاشتباك مع عدد كبير من المواطنين. رحنا محافظات كتيرة جدا، اتقابلت شخصيا مع آلاف الحقيقة من الشباب الشهر اللي فات ده، وتكلمنا وناقشنا ايه اللي عجبهم وايه اللي مش عجبهم. هو دي الضمانة الرئيسية. يمكن احمد اشار لتجربة مهمة جدا، بس احنا في تعداد سكاني يقترب يعني يزيد عن 105 مليون مواطن، اغلبية يعني عدد كبير منهم من مكونات هذا المجتمع مكون شاب. انا اتمنى انه تتسع كل المظلات اللي بتعمل تثقيف سياسي حقيقي. يعني تنسيق شباب الاحزاب واحده من اهم هذه التجارب، لانه واحده من المشكلات الرئيسيه اللي عانينا منها سنين طويله هي كمان الانغلاق جوه الراي والتشبث الشديد بالراي من غير ما نبص على الراي الاخر ده ما الذي يقدمه، او اننا بنحطه في انماط او بنحطه في اطارات معينه ونضع عليها علامات بقى مسبقه، من غير ما يبقى ده قايم على نقاش حقيقي، من غير ما يبقى فيه كم من التفاعلات السياسية الجادة. النهاردة اللي بيتابع يمكن اللي بنحاول نعمله في كل يوم مناقشات ومناظرات بين ممثلي المرشحين المختلفين. احنا تقريبا كل يوم على عدد كبير جدا من البرامج الحوارية والبرامج الإعلامية، لأنه لما أنا بقول النهاردة ده برنامجي، لما أنا بقول النهاردة هذه السياسة التي اتبعت طوال السنين اللي فاتت، لا، هي مش السياسة السليمة، لازم أكون بقدم ليها بديل وبديل دقيق ونتناقش. وبالمناسبة حتى في البرلمان يعني عددنا يمكن 7 نواب، احنا أقلية مطلقة في البرلمان، ويمكن حضرتك يعني زميل فاضل، وجود هذا العدد رغم قلته مؤثر جدا جدا في المشهد النيابي، لأنه يقدم شيء خارج ما يغرد به يعني أغلب السرب. وهكذا يعني أنه في أحزاب تانية، واحدة من أهم المكتسبات اللي حصلت في الحملة بتاعتنا أنه حزب العدل شريك رئيسي لينا، أنه حزب الإصلاح والتنمية شريك لينا. كل هذه التفاعلات السياسية اللي بتحصل هي دي اللي بتبني مستقبل، لأنه الحقيقة البنى السياسي بنى تراكمي، وأنا مش بقول أني النهاردة هقدر أغير شكل الحياة السياسية في مصر أو هقدر أطرح حلول سحرية. ده بيجي بتطبيق ما أطرحه، وأنه هو فعلا يكون فاعل وبطرح سياسة أفضل منه وهكذا. وده بيبدأ باحترام الرأي الآخر، بيبدأ بأنه الرأي الآخر ده يقدر يعبر عن نفسه بحرية من غير تقييد، بأنه يبقى في ضمانات على الأرض أنه الأحزاب السياسية هي أحزاب تعمل في إطار من الدستور والقانون، تستطيع أن توسع دائرة الفعل قدر المستطاع. أنا مهتمة جدا أنه الشباب يرجعوا تاني يدوروا على الشأن العام بشكل حقيقي، ويمكن أحداث زي أحداث غزة كاشفة للغاية أنه حتى تراتبيات السياسة الداخلية مرتبطة تماما بالمشهد الخارجي. لما بتكلم النهاردة على قانون دولي، بتكلم النهاردة على موقف الدولة المصرية في إطار تعقدات المشهد الدولي، ده مهم جدا أننا نرجعه لتنشئة سياسية، أو مهم جدا أننا نتعاطى معاه بفهم الخلفية التاريخية، بفهم الخلفية السياسية، والمترتب على ده في المستقبل هيكون إيه. لأنه دي ضمانة حقيقية أنه تكون الدولة بتتقدم. يعني في الآخر كل المصريين يهمهم إيه غير أنه تكون أفضل السياسات هي المتبعة، يكون الناس راضيين عن الأداء العام للسياسات دي. ففي ظني وفي تقديري واحدة من أهم الحاجات اللي بتحصل دلوقتي هي استخدام أي منصة انتخابية سياسيا بشكل واسع علشان ندور نقاش حول السياسات المتبعة ونقول إيه فيها سليم وإيه فيها محتاج تغيير فورا. على سبيل المثال وثيقة ملكية الدولة طرح عظيم من القائمين على الموضوع، بس هي هتتنفذ إمتى وهتتنفذ بأنهي آلية وبنسب عاملة إزاي، والأثر الذي سترجعه في وجود استثمارات أجنبية مباشرة أو في وجود شكل مختلف لاستثمارات الدولة، دي كلها حاجات لازم تقيم ولازم تفعل في إطار سريع علشان نقدر نشوف نتائج مغايرة للسياسات التي حدثت. يعني القصد أنه لما حتى بيصدر عن الحكومة سياسة ما جيدة نحن نشيد بها ونطالب بتنفيذها في أقرب وقت، وحتى لو فيها تعديلات أو مسارات إحنا بنطرح ده. ده مهم، ده مهم. طيب هنا هرجع لمقلد، لانه اميره قالت نقطه مهمه جدا، لان احنا شفنا انه الاوضاع الحاليه في فلسطين قدرت ازاي انها تحرك الكتل الشبابيه، وبالتالي ابدو اهتمام شديد بيها. ده هيخليني هسال سؤال مهم، هل الجاذبيه السياسه للشباب اقدر ابنيها على انه الوضع الحالي او يعني المشهد المؤسف اللي في فلسطين حرك الشهيه الشبابيه لدى او حرك شهيتهم السياسيه، ولا انه
التحرك الشبابي اتبنى على مسألة الإرث الوجداني والتاريخي وأيضا الإرث الوطني من عداء طويل مع دولة كيان الصهيوني المحتل أو إسرائيل. يعني أنا خشيتي أنه يبقى التحرك هو لأجل الإنسانية، لأجل هذه لأجل هذا الإرث زي ما كنت بقول لك، وطني ووجداني وتاريخي، مش لأنه شهيتهم مفتوحة للسياسة. خليني أقول لك بشكل واضح جدا، الدولة الوطنية المصرية شعبا وقيادة جيل بعد جيل حملت تلك القضية على أكتافها منذ ميلادها، وجيل بعد جيل بيتحدث عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ميراث تاريخي، في ميراث وجداني، في ثقافة إنسانية، لأن احنا دولة عندها حضارة. صحيح. في مواجهة مجموعة من العصابات كونوا دولة لا يعلموا عن الحضارة أو الثقافة شيء. النهاردة الشباب المصري، الشباب المصري بكل مكوناته وبخلفياته الثقافية بتفردها، بنجده أنه داعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبنكتشف كم وعي كبير جدا لدى هؤلاء الشباب بالخلفيات. خليني أقول لحضرتك، أنا بتكلم على الأجيال اللي بتسبقنا، بنتكلم ابتداء من 18 سنة و16 سنة. أقول لحضرتك الأبعد من كده، الأطفال الصغيرين، عندي أولاد 8 سنين و13 سنة بيتكلموا عن القضية الفلسطينية وبيتفرجوا على الوثائقيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. فالقضية دي جزء من وجدان كل مواطن مصري، بنشيلها من جيل لجيل، لأنها قضية قبل ما تكون أي شيء هي قضية احتلال غاشم، هي الأطول في تاريخه لشعب أعزل على أراضي محتلة، بنشوف كل هذه الأمور. طيب ناخد هذا الأمر ونرجع تاني لملف التعددية السياسية. جزء من التكوين الثقافي حتى في الأحزاب، تلك القضية، الأحزاب، حزب التجمع، حزب المؤتمر، كل الأحزاب اللي موجودة على الساحة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل توجهاتها أجمعوا على دعم القضية بكافة أشكالها، بكافة أشكال الدعم. فنكتشف ده محرك رئيسي، لأن ده جزء من الفكر القومي لدى الجميع. الفكر القومي مش بس هو فكر الدولة الوطنية المصرية، ولكن امتداداتنا العربية وجذورنا وأفكارنا وحضاراتنا، الحضارة الممتدة بتأبى كل تلك الأمور. وخليني أقول لحضرتك أيضا، الممارسات دي كشفت عن قبح من يدعون الحرية ويدعون الديمقراطية وكذا، واللي كان ممكن الشباب في توقيت معين يعجبوا بهذا الخطاب أو بتلك الثقافات، فاكتشفوا في هذا التوقيت إيه ده؟ هذا الكم من القبح غير معهود. هم دول الناس اللي بيتكلموا على الحريات، هم الناس دول اللي بيتكلموا على العدالة والمساواة أمام القانون وكذا، بيقفوا قدام شعب أعزل في هذا الكم من الأطفال، بيتم يعني تجويعهم وتعطيشهم وقتلهم على مرأة ومسمع الجميع، ومع ذلك هذا العالم الغربي اللي احنا كنا ممكن نشوف ثقافته جذابة بالنسبة لنا، شايف ان دول مجرد حيوانات بشرية. القضية دي حركت كتير لدى الشباب ووضحت الكثير لدى الشباب. في اطار تاني، انا النهاردة ايضا المشهد ده واللي انا بقوله، اللي حصل حراك ديمقراطي ابتداء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هؤلاء الشباب اللي قالوا إنه ممكن اليسار واليمين يجلسوا على طاولة واحدة ويبقى في بينهم لغة حوار، ثم دعوة الرئيس للحوار الوطني، ثم الأحزاب السياسية اللي قعدت وكلمت عن أطروحاتها وأفكارها، وصولا لهذا المشهد السياسي اللي في تقديري مشهد مهم. إحنا بالمناسبة احنا تجربتنا في انتخابات الرئاسة مش تجربة طويلة زي ما البعض بيتخيل، دي خامس انتخابات رئاسة في عمر الدولة الوطنية المصرية، وثالث انتخابات رئاسة بعد 2013. احنا كان عندنا قبل كده استفتاءات وغيرها من الامور، وقبلها الملكية الدستورية وغيرها. فانت امام هذا الحدث الجديد، تمام، واللي مصر مرت بيه خمس مرات بس، والنهاردة بتتكلم على اربع مرشحين لرئاسة الجمهورية، منهم الحزب الديمقراطي الاجتماعي،
والناس بتبص على الأفكار، والناس بتبص على رؤية مصر 2030 المعروضة من الدولة الوطنية المصرية وفكر الجمهورية الجديدة، بتتفرج على البرنامج الخاص بالمرشح الأستاذ فريد زهران، أستاذ عبد السند يمام عامل برنامج كذا، بيتناقشوا فيهم. أنا مثلا كنت قاعد بشوف البرنامج الخاص بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، ومثلا لدي فيه عدد من الملاحظات، وإحنا بنتكلم على وثيقة ملكية الدولة. أنا أتمنى وإحنا بنتحدث عن الأفكار ما ننسلخش عن أفكارنا الأيديولوجية. يعني أنا عهدي على الحزب الديمقراطي الاجتماعي اللي هو جزء من الاشتراكية الدولية وجزء لي عدد من الأفكار اليسارية، لكن كنت أتمنى مثلا وبديها نصيحة إلا أجد حاجة حوالين اقتصاديات التعاونيات ومدى أهميتها ومدى كذا بشكل مفصل في تمام، لكن لقيت أن أول بند من البنود هو تخارج الدولة من القطاع الاقتصادي، نشاط الاقتصاد. طب إزاي؟ طب في وثيقة ملكية الدولة، في حياد تنافسي، في عدد من الأمور ممكن تصار في هذه النقاشات. احنا محتاجين نعمل نقاشات حوالين برامج الديمقراطي الاجتماعي، حوالين برامج الشعب الجمهوري، حوالين برامج حزب الوفد، لأن في العديد من الأمور ممكن حوالين ترتيب الأولويات داخل تلك البرامج، العديد من الأمور هو دوت الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهام في تلك المرحلة، وتبقى في عدد من المناظرات. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت العديد من المناظرات، في عدد من القنوات عملت العديد من المناظرات، الناس تطلع وتتكلم وتقول آرائها وأفكارها وأطروحاتها. والنهاردة ما تبقاش البرامج دي مجرد عناوين، لا، يبقى خلفها عدد من الأطروحات. وانت بتكلمني في وثيقة ملكية الدولة، وثيقة ملكية الدولة قسمت الأنشطة الاقتصادية لثلاث أنشطة رئيسية، أنشطة لا يجوز الدولة أنها تتخرج منها، وأنشطة يكون في شراكة مع القطاع الخاص، وأنشطة يتم التخرج منها بشكل تدريجي. والقصة التاريخية لدخول الدولة، هي الدولة دخلت مضطرة ولا دخلت علشان تنافس في الاقتصاد؟ دخلت في 2011 وفي قطاع خاص، ولا في حالة تخرج القطاع الخاص من السوق؟ فكان قدام الدولة أمر من اثنين، إما تسيب الأنشطة الاقتصادية للانهيار أو أن تتدخل لتنقذ هذا الاقتصاد. ما ينفعش برضو وإحنا بنتكلم على الحالة الاقتصادية نفصلها على الحالة التاريخية اللي اتوجد فيها تلك السياسات من ناحية. نتكلم على استراتيجية الدولة في الحياد التنافسي، وإحنا بنتكلم الدولة أطلقت وثيقة عظيمة أتمنى الجميع يقراها حول فكرة الحياد التنافسي، وإحنا بنتكلم على التنافس ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام، عملت عدد من الأمور في هذا الأمر يجب أن نطلع عليه ونتمعن فيه. فكرة حتى وإنت بتكلمني على تخارج الدولة من السوق، هل المفروض أعمل تخارج حالا ولا أعمل تخارج منظم؟ هل أنا من مصلحتي لو عملت تخرج حالا هل أنا هتحمل الخسائر؟ والخسائر دي مين اللي هيتحملها، المواطن ولا مين؟ لأن المؤسسات دي مملوكة للمواطن، فبالتالي لازم يبقى فيه تخرج منظم من عدد من القطاعات لما بنتكلم على جدول زمن، والتخرج المنظم دوت وفقا ما يخسرش مؤسسات الدولة اللي في يوم من الأيام تدخلت اقتصاديا علشان تنقذ المواطن واقتصاده من الانهيار أو فكرة الاحتقار، لأن دي كانت الأمرين المطروحين في هذا التوقيت. بالتبعية عندنا العديد من الأمور نتناقش فيه ونتكلم فيه في هذا الأمر وفي غير من الأمور، ونتكلم فيه باستفاضة شديدة وبصراحة شديدة. ليه لأ؟ والله لو في فكرة كويسة لدى الحزب الديمقراطي أو حزب الوفد أو حزب الشعب الجمهوري أو حزب المؤتمر أو غيره من الأحزاب تتبع. عشان كده أنا طول الوقت بختلف الناس تيجي تقول لك على تصنيف مؤيد ومعارض. العالم كله تخطى هذا الأمر، في أغلبية، في أكثرية، في أقلية. اللي بيأيد طول الوقت ده مش في مصلحة حد، واللي بيعارض طول الوقت ده مش في مصلحة حد، لأن المزايدة أو أن تكون بوق بدون تفكير الاثنين أكثر ضرر من بعض. مسألة التأييد أو المعارضة لازم تبقى مبنية على خلفية محددة بل هي شديدة الوضوح. ده هنا هيخليني هنقل على أميرة، وإحنا بنتكلم على كل اللي قاله أحمد مقلد، ده كلام رائع عظيم جميل جدا، لكن يجي عندي دايما سؤال ألا وهو هو أنا الشبان أو الشباب المصري الواعد العظيم الرائع هو قادر يستوعب كل هذه المعادلات؟ عشان يقدر يقرأ البرامج لازم يكون في عنده جاهزية طبعا. وهنا لازم هسأل بقى الأحزاب، هنا هسأل
نائبة وفي نفس الوقت رئيس حزب نائب رئيس لحزب معارض، وهو أنه مدارس الكوادر والتجهيز وقدرة الأحزاب مش بس المصر الديمقراطي على جذب شبان حتى وإن كانوا مهمش مسيسين، لكن على الأقل مستعد للتلقي. لو بس في نقاط ذكرها نائب أحمد أنا محتاجة أوضحها لأنها موجودة في البرنامج بالتفصيل. اقتصاد القائم على اقتصاد السوق الاجتماعي مختلف تماما عن الاقتصاد الاشتراكي، وإحنا بنطرح اقتصاد سوق اجتماعي. وليه وجود الدولة؟ احنا ذاكرين انه في قطاعات استراتيجيه يجب ان تكون الدوله موجوده فيها، وبالمناسبه وثيقه ملكيه الدوله اتت بالنسبه لنا في وقت متاخر جدا بعد الكثير من المعاناه وبعد الكثير من السياسات اللي هي اقتصاديا النهارده موصلانا لازمه اقتصاديه طاحنه يعاني منها المواطن بشكل مباشر. فما يطرح في البرنامج هو لماذا نحن في هذه النقطه الان، واذا كنا اتخذنا هذه الاجراءات في وقت سابق كان ايه اللي ممكن يكون البديل المطروح. لانه الحقيقه الدوله مهمه جدا تكون موجوده في قطاعات الامن الاستراتيجي وقطاعات التعليم وقطاعات الصحه والبنيه التحتيه، بس مش مهم خالص تكون موجوده في انشطه اقتصاديه تترك للتنافس في القطاع الخاص ويجي بسببها استثمار اجنبي مباشر وتخلق فرص عمل ما بيجيش، وفي حياء وفي حياد كبير عن التنافسيه بسبب وجود هذه الدوله او قطاعات من الدوله في الاقتصاد. فهي رؤى ايديولوجيه مختلفه. موجود في وثيقه ملكيه الدوله بالتفصيل. انا بقول اتت متاخر، ما علشان كده احنا محتاجين ننفذها بشكل يعني اكبر واسرع. بالمناسبه مثل هذه النقاشات هي ما نؤيد جدا انها تكون موجوده، دي الحاله الانتخابيه. حلو. اللي هو ما يطرح وما طبعا. يطرح على الصعيد الاخر. اجي لسؤال حضرتك المهم جدا، ازاي نجتذب الشباب؟ اللي حضرتك بتعمله في البرنامج ده النهارده مهم جدا، انه يكون في الاعلام نقاشات سياسيه طول الوقت، انه يكون في حتى وصول للشباب على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف الاشكال. احنا عايزين نعمل برامج مبسطه، الحزب عندنا بيعمل ايه؟ احنا مستغلين الفرصه دي بكل ما اوتينا من طاقه. يعني القائم على برنامج الانتخابي المرشح استاذ فريد زهران اللي كتبه شباب، عايز اقول لحضرتك لو نتفرج على المحاور المختلفه للبرنامج مش بس شباب، الحقيقه انا يعني هم زملائي وممكن تكون شهادتي فيهم مجروحه، بس احنا كمان مهتمين جدا بتمكين المرأة، بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. مريم عادل وانا يعني مثل للشباب الحقيقة المميز جدا، عندها إعاقة بصرية ولكن متقدمة جدا جدا في حياتها المهنية وفي حياتها الدراسية. دكتورة أميرة عبد العال، دكتور محمد سالم، مش عايزة انسى حد، لكن الحقيقة عدد من الشباب المذهل والرائع اللي اتربى في مدارس سياسية واللي عنده رغبة في احداث فارق. لانه انا النهاردة في اي حراك اجتماعي مقبل ولا في أي حراك سياسي لو ما عنديش ضمانات مؤسسة من ناس فاهمة الصورة الكبيرة وفاهمة الطريق بتاع التغيير بيحصل إزاي بشكل حقيقي، لسبب بسيط، وقت ما حصلت تغييرات اجتماعية كبيرة في تقديري الشارع السياسي ما كانش جاهز لها بالمرة، كان الوجود فيها للأحزاب اللي تقدر تقود بعد كده هذا الحراك وجود تقريبا مش صحي، مش موجود بالشكل الكافي. انا النهارده نفسي واتمنى ان تتاح المنصات كلها لتفاعل سياسي اكبر، لانه الشباب يكونوا امنين شاعرين بالامان وهم بينضموا للاحزاب السياسيه وهم بيرمسوا العمل السياسي وهم بيعبروا عن ارائهم، وان يكون في كفاله الا يكون للراي اي ضريبه من اي نوع تخص تقييد الحريات. ده كله هيخلق عندنا مناخ عظيم. احنا النهارده في التنسيقيه وفي الحزب وفي منصات كتيره مهتمين جدا مش بس بشباب الجامعه، ده بشباب المدارس كمان. صح. احنا كان عندنا في البرلمان من كام يوم الحقيقه، ودي لفته مهمه جدا، طلبه من المدارس جايين يحضروا جلسه برلمانيه. هو ده الرهان وصمام الامان لمستقبل مصر، انه الناس تكون الشباب الصغيرين دول فاهمين الابعاد الكبيره للملف السياسة الخارجية وارتباطاته بملف الشأن الداخلي. وأنا النهاردة وأنا بقوم أعترض، بعترض على أي أساس؟ وهل وأنا بعترض عندي طرح بديل ولا لأ؟ وهل أنا في المسارين دول آمن أني أعبر عن رأيي بشكل كفاية وحر ولا لأ؟ التفكير النقدي كمان في المدارس. حضرتك تسأل إزاي أنا نفسي مناهج التعليم، وده بيحصل بشكل كبير، بس تكون قائمة بالمقام الأول على تفكير نقدي. كل ده هيخلق عندنا حالة بعد شوية مختلفة سياسيا خالص عما هي عليه الآن، وحتى عن الأحزاب اللي بتنتمي لتيارات متقاربة. أتمنى أن يبقى بينها وبين بعضها ثقافة من الاحترام، ثقافة من
تقدير الاختلاف، لأنه مش ضروري أبدا يكون تقدير واحد هو التقدير الصحيح طول الوقت. لكن في مفاهيم غير مختلف عليها، مفهوم المشاركة السياسية ده أنا هختلف عليه إزاي؟ أنا هبني إزاي كادر من غير ما أشترك جوة انتخابات برلمان ومجالس محلية وانتخابات رئاسة؟ هكذا تبنى الكوادر، هكذا تبنى البرامج الانتخابية ويتم نقدها. فلا، في حاجات كتير جدا أعتقد بدأنا فيها بعض المسارات، ولكن أيضا لدينا طريق طويل في أغلبها. يعني هو الوقت خلص، بس أنا عايز أقول حاجة مهمة، أنه المصل الديمقراطي الاجتماعي في وجهة نظر يعني أنه أكثر الرابحين من وراء الانتخابات الحالية، لأنه أصبح من الأحزاب اللي بتتصدر المشهد السياسي، وبالتالي أصبحت الناس عارفة المصل الديمقراطي الاجتماعي أكتر ما كانت عارفاها قبل كده. أصبح فيه فرصة أكبر لقراية ودراسة ومناقشة البرنامج بتاع الحزب، وبالتالي برنامج المرشح الرئاسي أستاذ فريد زهران وعليه. يعني يا بختكم بالفرصة اللي نزلت لكم من باب السامع دي، كانت عجباني. لكن قبل ما هختم، بس يمكن اللي بفكر فيه بصوت عالي مع حضراتكم، وانا بشكركم في نفس الوقت على وجودكم معنا، واللي قلتيه واللي قاله مقلد مهم جدا، ان لازم اللقاءات اللي من النوع ده تتعدد، بحيث ان يبقى فيه عندي شرائح مختلفة من الشباب يقدروا يفهموا يعني ايه سياسة، يفهموا يعني ايه احزاب، يفهموا يعني ايه الايديولوجيات المختلفة، الفروق ما بين سوق الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الشيوعي العظيم الى اخره. انا عارف الكلام ده ما بيعجبش ناس كتير، ويعني وما الى والليبراليين الاروع والأعظم عشان مقلد ما يزعلش مني، لكن الأحزاب التي تتقارب في الرؤى في مصر، لا، هم للأسف الشديد احنا عندنا مشكلة تاريخية جذرية واضح انها غير قابلة للحل من سنة 1936. يعني تكوين الأحزاب المصرية من 36 لحد دلوقتي، مش بتكلم على قبل 36، هو تكوين يدعو للتنافر. ليه ما تفهمش؟ يعني واضح ان احنا عندنا أزمة إنسانية مع بعض جوه فكرة الأيديولوجيا. يعني لو ما اتفقتش معايا بشكل كامل تبقى انت غلطان، وبعدين الاتهامات بقى طول الوقت، يعني انتوا وحشين وانتوا عملاء وانتوا مش عارف ايه، وحاجة وحشة إلى أبعد الحدود. إلى أن نلتقي مرة تانية، أنا عايز أشكركم جدا 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 أميرة صابر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومتحدثا عن حملة الأستاذ فريد زهران في الانتخابات الرئاسية. نورتينا يا أميرة. سيادة النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، وطبعا عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نورتنا أحمد جدا. أستأذنكم هنروح لفاصل سريع جدا، ونبدأ بعدها على طول فقرتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا. اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم، وطبعا نبدا لقائنا الرائع دائما مع فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه، واستاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. منورنا مولانا. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. مولانا، ما يحدث على الاراضي الفلسطينيه من شنائع وفظائع ومجازر يخليني اسال عن اخلاقيات الحرب. يعني حتى الحرب لها بالتأكيد أخلاقيات، وأظن بل إنه كل الظن هو إنه الإسلام وضع وكأنها مجموعة من المعايير أو الشروط أو وثيقة كبرى لأخلاقيات الحرب سابقة على كل الوثائق والمعاهدات الدولية. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الحرب وصفت في القرآن الكريم بوصف منفر. قال الله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. الله يفتح عليك. والله قيد الحرب في القرآن الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ما فيش اعتداء ولا تعتدوا. وذكر الله السلام ومادة السلام وما يشتق منها 133 آية. آيات الحرب 6، اعمل بقى النسبة. آيات الحرب 6، آيات السلام 133 آية. تخيل. فالأصل هو السلام. بنقول بقى في الفقه عندنا في جامعة الأزهر ومصنفات الفقه: الحرب في التشريع الإسلامي ضرورة ملجئة أوجدها أعداء الإسلام. مش إحنا اللي أوجدناها، هم اللي أوجدوها. ومع ذلك أنت حضرتك أشرت إلى وثيقة سبقت جميع المواثيق الدولية، سواء في معاملة الأسرى، سواء في اجتناب
قتل الأطفال أو النساء أو إتلاف الأموال، هنيجي بقى بإيجاز نشوف سيدنا النبي عليه السلام بيقول إيه. بيقول: لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا اللي هو الطفل ولا امرأة، تمام، ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكلة، يعني إذا كنتم محتاجين خروف ماعز مش عارف إيه، ولا تحرقوا شجرا. يعني كل دي الإسلام جعل لها ضوابط ومحاذير. حتى رجال الدين اليهودي والمسيحي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء عليهم، قال: إنكم ستمرون على قوم حبسوا أنفسهم في الصوامع، ها، وبلغة الصعيد الجليات، يبقى هنا قال إيه؟ فلا تتعرضوا لهم، دعوهم وما تفرغوا له. يعني هقول لك المفاجأة الصارخة، رجل الدين اليهودي ورجل الدين النصراني له حصانة يمكن مش لعلماء المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم، ولذلك في الفقه الإسلامي قال إيه؟ الراهب والقسيس والحاخام أحرار لا يؤسرون. يعني لو حصل، أي والله في الإسلام، يعني لو حصل حرب وبعدين إيه حصل من ضمن الحرب إن إيه؟ إن تم أسر حاخام أو تم أسر قسيس، أي رتبة كنسية أو رتبة يهودية، الأحرار لا يؤسرون، لا يعدون من الأسرة. ده في التشريع الإسلامي المصنفات الفقهية، واللي أنا كنت بدرسها وكتبت كتابين في هذا. كتبت كتاب موسوعة الجهاد في الإسلام، وكتبت بقى اختصرته الجهاد المشروع في الإسلام اللي هو جهاد الدفع وليس جهاد الطلب. الأمر الثالث، قد تعجب إن في المصنفات الفقهية النهي عن استخدام أسلحة الدمار الشامل قبل الاتفاقات المعاصرة. عبروا عنها الفقهاء بإيه؟ قالوا: لا تستخدم السهام المسمومة. السهام الإيه؟ المسمومة. المسمومة اللي سبقت بقى القنابل النووية والهيدروجينية والذرية، كل ده محرم في التشريع الإسلامي. دي أخلاقيات الحرب في الإسلام. بضدها تتميز الأشياء. حضرتك إحنا مش بندين حد إلا بمسوغ، فلما ترى الاعتداءات الأوروبية من أيام الحملات الصليبية وتجد الآن اللي على أرض الواقع ما يفعله الصهاينة في قتل النساء والأطفال والمصابين والعجزة والمعوقين، كل ده ضد الشرائع وضد القوانين وضد الإنسانية، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا عن ذلك. بس مين يقرأ؟ تزعلش منه ومين يسمع. ربنا بيقول إيه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أظن بيان واضح. الله تعالى أخبرنا عن صنيع بني إسرائيل في البشر. أولا في الآية القرآنية: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. من يظن أن بني إسرائيل في الماضي أو الحاضر أو المستقبل قوم سلام يبقى واهم، لأن ربنا قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال الله عز وجل: فبما نقضهم عن بني إسرائيل ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أنا هسألك سؤال وأقدمه للعالم المتدين وغير المتدين، المادي وغير المادي: ماذا بعد قتل الأنبياء؟ هو أنتوا ناسين قتل سيدنا يحيى أو يوحنا المعمدان عند أهل الكتاب؟ ما هو اللي قتلوا بني إسرائيل وخططوا لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يعني الإسلام ينظر نظرة الإجلال والإحترام
إلى العفيفة الطاهرة البتول ستنا مريم عليه السلام. شو بقى بني إسرائيل بيقولوا عليها إيه وعلى سيدنا المسيح ابن مريم. المسألة في أوروبا وأمريكا مسألة مصالح مش مسألة أديان صدقني، لكن إحنا هنا بنقول إيه، الإسلام رحمة، بيعلمنا الرحمة حتى في الحروب. يعني شوف النبي عليه السلام إما يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولما يعرض عليه أنه هو يطبق عليهم الجبلين ملك الجبال يقول لا عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. الأصل السلام في الإسلام، الحرب استثناء في وصف منفر كما قلنا الآية حتى تضع الحرب أوزارها. الإسلام بيحافظ على الأبدان والأعراض والممتلكات، لأن نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن شاء الله نصر الله قادم للمستضعفين في فلسطين ومسلم الروهانجا وغيرهم، لأن ربنا وعد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا يخليك مولانا، أحسنتم إلينا الحقيقة بهذه المعلومات وبأنك بتنور عقولنا. ربنا يخليك مولانا، كل الشكر ليك، كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الأزهر الشريف العظيم والله، والأزهر الحقيقة موقفه أكتر من رائع كمان في خلال هذه الحرب الحقيقة. على كل، خلصت الحلقة لحد كده بس ما خلصش الكلام، وطبعا كريم رمزي هيكون داخل لنا حالا دلوقتي يبدأ برنامجه رقم 10. أما احنا لو كان لنا العمر إن شاء الله هنكون موجودين معاكم بكرة في نفس الميعاد. وبر أنا قلت كريم مين؟ كريم رمزي. إيه عمرو؟ عمرو لخبطني. لا قلت كريم رمزي يا عمرو. إيه وبرنامجه رقم 10، لازم عمرو كده يخطفني. خلصت الحلقة لحد كده، بكرة إن شاء الله لو كان لنا العمر نتقابل في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.